السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وحبايب قلبي. احنا النهاردة مع بعض هنحفظ الجبنة القريش. طبعا معظم الناس بتجيب الجبنة القريش وبتحبها، بس اللي هي ملهاش عمر تقعد في التلاجة فبتبوظ، او بيحصل لها نوع من الاصفرار، او بتطلع ريحة مش مستحبة. فانا هقول طريقة النهاردة بإذن الله، نوع من انواع طريقه الحفظ بتاعتها، بس دي طريقه عندي جميله جدا بستعملها على طول، وبتقعد الجبنه القريش بتاعتي من اولها لاخرها طعمها جميل، وبستخدمها في الوقت اللي انا عايزاه وفي الوقت اللي انا حباه، وبتقعد مده طويله اكتر من شهرين في قلب الثلاجه واكتر كمان. هنشوف النهارده طريقه الحفظ سهله جدا جدا وبسيطه. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد، ونبدأ مع بعض طريقة الحفظ بتاعتنا. أتمنى من كل اللي بيتابعني لأول مرة يشترك معايا في قناتي ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. أهو معايا بطرمان، هبتدي أحط كده فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل فيه واحدة واحدة كده بالشكل ده. وانا حابه احط معاها حبه من القرون الفلفل الاحمر دي كمنظر جمالي، وانا كمان بحبها، يعني شكلها جميل بتدي منظر جمالي جميل، وانا كمان بحبها بتبقى جميله قوي قوي يا ولاد. اهو معايا، وهعمل ايه معايا؟ كمون كده، عايزه معاكي كمون صحيح ماشي، معاكي كمون اللي هو ناعم ده ماشي تمام، بحط عليها حبة كده، وبحط كمان معاها حبة من الشطة، مش حبة الشطة براحتك. وهرجع أكمل بالشكل ده أهو. أهو يا حبايبي، وكل حبة هحطهم هحط نسبة كده من الكمون، الكمون بيدي طعم وريحة جميلة جدا، وهحط كمان حبة من الشطة اهو، هوزعها حاول اوزعها، وهحط كمان حبة من قرون الفلفل الاحمر. اللي مش حابب قرون الفلفل الاحمر براحته، لان هي تبقى حرقة جدا، اللي بيحبها عادي اهو. طبعا دي كبيرة عندي على البطرمان بتاعي، فهقسمها، هضطر ان انا اقسمها نصين بالشكل ده اهو، لحد ما احط الكمية بتاعتي كده اهو. وهعمل ايه؟ هحط برضو حبة من الكمون، وحبة من الشطة. بتقعد يا جماعة فترة طويلة جامد، يعني بتقعد على قد ما انت عايزة، وممكن كمان تجيبي حبة من المش وتحطيها عليها. ومعايا يا حبايب قلبي كمان في الوصفة بتاعتي النهاردة، الحاجة بقى اللي هتخليلي الجبنة جميلة جدا وكريمي لما اجي اطلع الحتة منها، معايا كيلو من اللبن. انا غلياه ودلوقتي برضو لسه دافي سخن، معايا سخن، وهو سخن كده هستعمله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بس كده اهو. دي طريقتي في حفظ الجبنة القريش اهو يا جماعة. انا حابة احط لها حبة كمان كده من الفلفل، انا بحب الفلفل ده قوي، وبيبقى مشطشط جامد، اللي مش عايزه ما يحطوش. دي طريقة الحفظ بتاعتي، واتمنى ان هي النهاردة تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي القصير ده ما تنسونيش في اللايك في الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد.